حاليا هنالك توجه لخصخصة قطاع الكهرباء لشركة يعني لمستثمر يمنح الكهرباء للمجمعات مقابل ثمن، هذا الشيء راح يشمل المجمعات والأحياء السكنية في أربيل. الآن يشمل المجمعات السكنية. طيب بعد فترة راح تشمل جميع الأحياء السكنية في. يعني هنالك توجه لإلغاء المولد. طبيعي. إيه؟ طبيعي. الآن صار إلغاء ل 167 مولدة في هذه المجمعات السكنية. طيب. توليد الطاقة صار أكثر. استهلاك الطاقة من قبل المواطنين صار أقل. دخل الحكومة من هذه العملية صار أكثر. ونسبة الضياع في الطاقة الكهربائية صار أقل همين. وبالإجمال إذا صار هذا المشروع ونجح بأسعار تكون مناسبة للمواطنين، يعني بعض المواطنين يشكون من الأسعار، هذا السعر بخصوص المجمعات السكنية صراحة هو تجربة تقيمها حكومة الإقليم من خلال مؤسسات. نعم. مكتب رئيس الوزراء، وزارة الكهرباء. طيب. مستشارين خاصين بهذا الخصوص مع هيئة الاستثمار مع المحافظات يقيمون الموضوع، وبعد فترة إن شاء الله راح يقررون هل السعر سعر عادل أم يعني. وأقول لك مثلا كان الأمبير ب 18 دينار صار ب 175 دينار، فأكو فرق. الفرق شنو؟ ايه؟ الفرق أنه الأمبير الكهربائي من الكهرباء الوطنية كان 18 ايه؟ كحد أدنى، يرتفع مع زيادة الاستهلاك. نعم. 250 دينار كحد أقصى. طيب. الآن هو 175 مع نسبة للمستثمرين أو وحدات بيع هذه الوحدات الكهربائية. الكهرباء المولدة في المجمع السكني الوحدة كانت تقريبا بحدود 30 سنت. طيب. تقريبا 400 دينار، يعني ما اعرف يعني ايش قد 400 دينار. 400 تقريبا دينار. أي. اذا تحسب بين ال 400 دينار و 175 100 لا لا 175 هسه. أي. قبل كان يبدي ب 18. طيب. دينار كما اعرف كم واحده كان يستهلكها المواطن بالنسبه للوطني. بالنسبه للوطني. أي. بعدين يصير 35، بعدين راح كانت تصير 60، بعدين ترتفع لحد 200. كل ما تصرف اكثر كل ما تزيد كل ما تصرف اكثر تصير. أي. اكثر.